السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم بفيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross خطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن تحديث 5.7 اللي راح يجي عنا 6.7، وشو الشغلات اللي راح تجي شي فيه وشو الشغلات اللي لازم ننتبه لها. طبعا أول شيء أنا حابب أتشكر كل الناس اللي علقت على وتمنت لي الشفاء العاجل، وبصراحة كان الإيجابية منكم جدا شيء حلو، وإن شاء الله إن شاء الله بالوقت القادم يعني خلال يومين ثلاثة بس لا أتحسن راح أرجع أنزل مثل الأول. يعني أنتوا شايفيني أصلا أنا ما كنت أصور هذا الفيديو لأني أوفر تعبان وحلي عم يجعني، بس في شغلات لازم أحكي عليها بالفيديوهات. بقى خلينا نبلش. طبعا اول شيء حابب لكم يا البانر طبعا انا اوريدي عامل عليها فيديو شارح فيها الشخصيه نفسها، وبعد ما شفت شو بتعمل بصراحه الشخصيه جميله، بس يعني الستاتس تبعها ستاتسها عاديه. طبعا هي ما فينا نقارنها بالفستيفال لانه انا عاملينها لانه ما تكون اقوى من الفستيفال من الاخر، بس هي بالشخصيات القويه يعني من اقوى الشخصيات باللعبه. بس للأسف للأسف للأسف، وهن هذا الشيء صاير ترند عندهم، اللي هو لما بدهم ينزعوا الشخصية أو ما يخلوها جدا 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 سفاحة بحطوا لها الكرت الأول. هاد خلينا نشوف شو بيعمل الكرت الأول هاد. سوري أنا عملكم أوفر تعبان بقى نسيان شو كان بيعمل. الكنسل ستانس، هلا الكنسل ستانس اللي هو 500 الماكسيموم تبعه وما بيعمل اي افكت ثاني غير كنسل ستانس. هلا كنسل ستانس بتفيدك بالبوس الجديد اللي هو الديمونيك بوس الجديد، لانك اصلا كنت بدي اعمل عليه يمكن شي 3 فيديوهات بس انا عم مردح وعصب، بس يمكن هذا من سوء قصدي هذا من حظ اللعبه، مشان هيك انا مرضت مشان ما اقدر انزل هاي الفيديوهات كلها. بس بنحكي عليها بس تجي يعني هذا الكرت الاول. الكرت هذا سفاح بشري، هذا الكرت دمجه مرعب خاصة مع الستاتس اللي بيعطيها لحاله، بس هذا الكرت يعني جدا عادي واقل من عادي حتى، يعني لسه الديفنس تبع اجنور ديفنس احسن منه. باي بالنسبة للشخصية، الشخصية طبعا اوريدي شرحت عليها بالفيديو الماضي بالتفصيل، بقى روحوا شوفوا الفيديو الماضي اذا حابين تعرفوا الشخصية شو بتعمل. البانر تبعها بانر عبارة عن راغناروك، فقط شخصيات راغناروك موجودة بالبانر. هلا هذا شيء حلو بس بنفس الشيء شيء سيء. ليش؟ لانه في شخصيات راغناروك جدا سيئة ما حدا بده اياها، او شخصيات راغناروك الكل صار عنده اياها، بقى بانر بس يكون فيها ممكن 8 شخصيات او 9 شخصيات، ومن هدول الشخصيات 3 ولا 4 فقط اللي ممتازين فحرام. وخاصة ليش؟ لانه بالاساس اعتقد يمكن لو نفوت على اللعبة يعني بانر الشخصية اللي حاليا قوية لساتها ما خلصت يمكن. ايوه ليكا عرفتوا كيف؟ بانر الشخصية اللي قوية لسه ما خلصت، ما بعرف يعني هاي البانر احسن شوي لانه في ايفنتات. هلا هاي بانر ايفنت، والله هاي ما طلعتنا للاسف، او نعمل مالتي يلا. ما كنت يعمل مالتي بس تحالي يلا بنعمل مالتي نشوف يا بيطلع لنا شو اسمه برين هيلد الجديد، يا بتطلع لنا شو اسمه شو كان اسمه بلاس كده. فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ والله فيها شيء. سوري على السعلة جوا الفيديو. خمسة هاي بسرعة. يطلع لنا شيء يا ترى ولا لا؟ هون السؤال. قربنا المفروض. لا طلعنا ما قربنا. رونين ثلاثة تويغو، بس انا بحس بعد تويغو راح تجي. مين هاي؟ جولدن وينج الين. ما عندي اياها اعتقد، ما عندي اياها. حلو جولدن وينج الين. ما بلا فينا مصعب شو بتعمل.
بدي اعرف البسر هي تبع اللي ما بعرف. المهم الشخصية جديدة حلو، بس حاجة هون طبعا هديك حتى شوفوا مشان تقولوا علي، ما تقولوا علي اني انا كذاب. لهلا حتى الملتي الاولى ما عملتها، مستحيل اعملها، الباقي راح اعمله هلا بصراحة. البانر خلينا نرجع للبانر مشان ما اعطلكم كثير. البانر مثل ما قلت لكم 600 جيم وجارانتيد يطلع لكم هذا بالاخير. هلا بصراحة مشان يصير قوي كتير الشخصية لازم الالتيميت تبعه تصير ليفل ماكس 6 6 5 6 اوكي 4 6 ها، بس 6 6 لحتى يصير عن جد مقارب من الشخصيات الجديدة باللعبة. غير هيك مو نصيحة. ليش؟ لأنه بالأساس هو حاطينه يعني فيك تقول جزء جزئيا للديمونيك بيس الجديد. هلا خلينا نحكي بس، خلينا نخلص من البانر. البانر اذا كنت تسحبوا عليها لانه هي بس راجناروك، تسحبوا على الشخصيات لانه هي اكبر فرصه ممكنه لانه تتحصل شخصيات راجناروك. ليش؟ لانه ما حيطلع لك شيء من برات راجناروك، عرفتوا كيف؟ هذا الشيء الوحيد الحلو بالبانر. 600 جيم صح، 600 جيم بصراحة كترانين وهذا شيء جدا سيء، وما عم يحطوا شخصيات جديدة غير شخصية واحدة بالبانر ولازم تسحب عليها 600 جيم، فهذا الشيء شوي أنا مستاء منه. بس بصراحة الشخصية دوب وحلوة بس مو أوفر باور، هي هي اللي لازم تعرفها. مو والله إذا أنت تطلع لك هذه الشخصية راح تختم اللعبة، ممكن بي في إي يختم لك كتير شغلات، بس بي في بي ما راح يضيف شغلة كبيرة على اللعبة، عرفتوا كيف؟ الباسيف تبعه جميلة، الالتيميت تبعه جميلة، بس مثل ما قلت لكم يعني مشان يصير اوفر قوي لازم تكون الالتيميت تبعه 6 6، لأنه الالتيميت تبعه اللي ما بيعرف شو بتعمل نفس التيميت اسكانور، بيضرب أول ضربة وبعدين بيضرب جزء من الضربة من الدمج اللي عمله ضربة مرة ثانية، إذا كان 6 6 بيضرب نفس الدمج بالضبط، إذا كان 1 6 بيكون بيضرب 20%، يعني إذا تضربت 100 ألف أو مليون راح تضرب، خلينا نقول إذا تضربت مليون راح تضرب 200 ألف. اما اذا كان 6 6 اذا ضربت مليون راح تضرب مليون ثانيه، يعني هيك ساعتها راح تعمل ضعف الدمج، عرفتوا كيف؟ وهذا الشيء اللي بيميز ذا وان. وهلا صار في شخصيه ثانيه بس للاسف 600 جيم، وشفت انا كثير ناس عم تسحب، يعني اعتقد في ناس يمكن اول روتيشن ما طلع الا يعني الا بالجارنتي اللي هو 600 جيم، فهذا الشيء لازم تعرفوا يعني ممكن يكون حظكم سيء. طبعا راح يكون في راجناروك كونتنت اللي هو شابتر جديد، هيك ساعتها راح ناخذ 30 جيم من الشابتر القديم، واخيرا الشخصيه هي راح يقولوا لنا مين هي وشو بتعمل. اعتقد هي فريا، هلا هذا فريار، هي يمكن فريا اعتقد، بكره بس تجي بنعرف. وطبعا الشغله اللي اغلب الناس ما راح تقدر تختمها للايفنت، واعتقد انا منهم لان انا اصلا اي شيء كثير صعب ما بحب العبه لاني ما عندي وقت، واللي هو سكول اند هيتي. طبعا سكول اند هيتي اللي ما بيعرف صوتهم، هدول اولاد فينرار، هدول اولاد فينرار بالاساطير، يعني احفاده للوكي، عرفتوا كيف؟ لانه ذئاب نفس فينرار مشان هيك يعني هدول اولاده على اساس. طبعا الديمونيك بيس، الديمونيك بيس هو موجود، هذا الديمونيك بيس اذا خلصته وجمعت المارد تبعه راح تقدر تعمل راح تقدر تعمل ريليك لشخصيات العمالقة والشياطين، عرفتوا كيف؟ للعمالقة والشياطين، يعني هيك ساعتها هلا صار عندنا بوسات نقدر نطلع فيها ريليك لكل الشخصيات وكل الاعراق، عندنا الغير معرف، الشياطين، الملائكة، كل شيء. بقى هلا انت شو بدك، لمين بدك تسوي ريليك؟ تقدر تختار اي ديمونيك بيس. بلش حلقي يعني راح احاول اخلص الفيديو بسرعة سوري، وبكره بلكي بصور فيديو تاني بحكي فيه اكثر عن الموضوع هذا. المهم الايفنت صعب بطريقة مستحيلة، لازم التيميت 6 6 لكثير شخصيات، مليوداس الخاي، مليوداس ذا وان، هذا فينرر او فريار الجديد، كينج كينج بصراحه لا ما شفته له فايده كثير، كينج اللي هو الفيري لليفل 1 لليفل 2 3 لا بصراحه يوسليس، لانه بس راح تعتمد فيه على الالتيميت حركتين وراح يصيروا يعملوا دمج جدا عادي.
هاي بالنسبة للديمونيك بيست. طبعا مش مشكور حوالي فيديو. ايه لازم تخلص شابتر 13 تقدر تلعب الديمونيك بيست هاد. الديمونيك بيست هاد جدا 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 صعب، وللأسف للأسف هي هلا الغلطة الثانية بحق الشركة بالنسبة للديمونيك بيست. أحلى ديمونيك بيست هو الطير، الباقي جدا 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 سيء. الغزال نزعوه بشغلة أنه لازم أخضر أحمر أزرق أصفر، وهذا نزعوه يعني على أساس يسووه صعب. شو خلوه بيعمل تونتات وبيعمل دامج ريدكشن 60% مدري قديش، يعني نفس ترول نفس تارميل الأزرق. يعني ممكن أحيانا تضرب ضربة المفروض تعمل 200,000 راح تعمل 10,000، هذا شيء جدا سيء. وغير هيك كمان عملوا له ريفايفات، وغير هيك كمان اعتقد يمكن ليفل يعني الفلور رقم واحد اتش بيو مليونين، يمكن مدري مليون ونص. فنظامي نظامي اللعبة ما بتعرف تعمل ديمونيك بيست. يعني بدل ما يعملوه مثلا مثل الاول، مثلا لازم تستخدم شخصية عندها حركة بليد، عندها حركة اجنايت، عندها حركة كوروجين مثلا، يعني كمثال انا عم بحكي، عرفتوا كيف؟ لا لا خليه ما يموت، يعني خليه صعب. ليش؟ لانه نحط اتش بيو 10 ملايين ونخليه دفاعه مليونين كمثال، يعني طبعا عرفتوا كيف. بهذا الشيء جدا سيء. طيب اعملوه فن، اعملوه فن مو اعملوه مزعج. في فرق بين يكون صعب وممتع، وفرق بين انه هو صعب ومزعج ويخلي الناس تكره تلعبه، في فرق كبير. سوري خلينا نخلص بقى، بس انا عصبت انه هلا بيجي للشغله الثانيه اللي هو الارتيفاكت. الارتيفاكت طبعا الكروت الجديده، الكروت الجديده بتعمل انكريس بيسك ستاتس basic stats of allies with Ragnarok characteristic by 3% for every buff او لا every debuff applied on them. يعني كل ما تعمل debuffات على اللي ضدك راح تعمل راح تاخذ basic stats زياده، ومو حاطين بمكان معين، يعني ممكن يكون هذا البف بينفع بكل مكان، بي في بي بي في اي بكل مكان، وهذا شيء جدا جميل. لا يحطوا كرت فقط منيح بمكان معين، احسن يخلوه بكل مكان. هلا بنيجي بقى للكرت الثاني، والكرت الثاني اللي انا بصراحه متشوق له اللي هو هذا الكرت. شو بيعمل؟ بينزل او اجنور 60% اوف انمي ديفنس وين يوزينج اسكيل ان اوريجينال ديمون ماتش. يعني اذا استخدمت هذا السيت ساعتها دفاع اللي ضدك انت راح تكنسله ل 60%. يعني انت مثلا اذا هو دفاعه 100,000 راح يصير 40,000 فيك تحكي فقط. هلا بنيجي للهولي ريليك الجداد اللي هن سكادي ودرول. سكادي increase all stats by 6% up to 3 times if there is are no debuff on the hero when using skill. يعني بتزود الستاتس تبعك 6% اذا ما كان عليك ديبافات لمدة 3 لفات. ودرول decrease allies damage taken by 5% for each buff on the hero. هذا حلو، تشتغل مع العامل انه تشتغل مع الوصية تبعه اللي هي انه انت بتكنسل الديبافات، بتكنسل لا بت بت بتنزل الدمج اللي بتعمله على كل ديباف. طبعا هو بيعمل اللي هو ريزيستنس، اعتقد كان اسمه ريزيستنس، على كل واحدة كل باف اون ذا هيرو راح تاخذ 5% دمج اقل، عرفتوا كيف. وطبعا فيك تحط فريير هون، اللبس تبعه بمصاري، لبس تاني بمصاري، باقات كلها بمصاري، ايفنتات هي غيروا هلا بس شالوا هدول التنتين وحطوا مكانهم هدول التنتين، ما في شيء يتغير. فيك تمحي حسابك اذا بدك من الاكاونت، ما في داعي تعملوها. هلا صار في عند مارلين تقدر تبدل تشتري تبعات كينج، وعند كينج فيك تشتري تبعات مارلين. يعني ما بعرف ليش حاطينهم بصراحه دام الاثنين موجودين. هلا بعرف اذا حيلغوا واحد او حيغيروا
شغل واحد منهم، مشان هيك بقى خلونا مارلين وكينج بيعملوا نفس الشيء. وشغلة زيادة حطوها، قبل كان ما فيك تعمل زائد وتقدر تعبي تعمل ريفيل لهدول الكرات، هلا صار فيك تعملها. وراح يكون في تشيك ان ايفنت، التشيك ان هذا اللي هو انه انت تاخذ ريليك كامله لاي شخصيه. بقى نصيحه مني، استخدموها بذكاء وحطوها على الشخصيات اللي راح تساعدكم مشان تفرموا الريليك اكثر. عرفتوا كيف؟ مثلا كمثال يعني، او مثلا لا تخلي الشخصيه تبعك قويه. راح يكون في ايفنت هلا بصراحه بالنسبه لل يعني للبانر، مو جايبين غير ايفنت واحد مع البانر اللي هو الكروت، وهي الجوائز تبعه. لا في شابتر وفي كروت، والكروت هي هي اللي بتسوي الست، هدول اللي فوق الستات اللي حكينا عليها. هلا بنيجي لاخر شغله اللي هي هدول النورمال ريورد. هون فيك تبدل مشان تشتري الكروت وهدول الايفنتين. هلا في شغله جدا مهمه، كل شيء ايفنتات راح تخلص، كل شيء ايفنتات راح تخلص كانت موجوده حاليا، بقى انتبهوا وروحوا العبوها فورا قبل ما تخلص. وفي شغله جدا 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 مهمه اللي هو وان ستيب ايفولوشن ايفنت. الوان ستيب ايفولوشن ايفنت اللي ما بيعرف شو هو، اللي هو اذا رحنا على اللعبه مره ثانيه، هلا انت فيك تطور شخصيه لليفل 90 فورا عن طريق هذول الايفنتات. طبعا هنا اعطونا تنتين بالايفنت، واحدة اوريدي استخدمناها وهلا في واحدة تانية اعطونا اياها بكره راح تخلص. بقى نصيحة مني، استخدموها قبل ما تخلص، استخدموها قبل ما تخلص، لانه بعدين ما راح تروح عليكم على الفاضي. عرفتوا كيف؟ بقى في شخصية ببالكم بدكم تطوروها، بدكم تستخدموها، احسن شيء هلا فورا قبل ما يخلص تخلص وتروح عليكم استخدموها. عرفتوا كيف؟ انا بصراحه ما في شيء ببالي حاليا، فراح استخدمها على هاي لان انا بدي اياها مشان استخدمها بال نايت هود بوس. هاي سويناها ليفل 90 على طول. هلا بنعمل لها هيك، لا هاي اكيد لا، نعمل لها هيك فل، هاي 72 واحدة، هاي سويناها ليفل 90 6 نجوم. بس هذول هن الشغلات اللي حبيت احكي عليها بالفيديو اليوم. ان شاء الله ان شاء الله اذا قدرت راح اعمل فيديو ثاني يخص شرح الديمونيك بيست. انا بصراحة اذا ضليت هيك انا كنت ناوي على اساس اذا صحيت شوي او صحيت بكرة اعمل بث، بس لخلص دوامي. بس شكلي ماني مريض، لا راح اقدر اروح على الدوام ولا راح اقدر اعمل بث، بس بحاول اعمل فيديو بسيط بس على الاقل اشرح فيه شو هو الديمونيك بيست الجديد. فبس هون بكون وصلنا لهذا الفيديو اليوم، اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، تشوفكم على بقناتكم كل جديد مني، تشوفكم على خير فيديوهات ثانيه، مع السلامه.